السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وسعادة. من الأمور اللي الناس بتتهاون بيها الساعة الأولى بعد الميلاد. يا جماعة الساعة الأولى بعد الميلاد دي بنسميها كده إيه؟ يعني أهم ساعة في حياة الطفل بعد الميلاد. يعني مهمة قوي. هتكتشف فيها حاجات كتير. يعني الطفل لا قدر الله حصل عنده نقص أكسجين، الطفل عنده مشكلة. فلازم الوضع ده يبقى مهم قوي بالنسبه لك. طب الطفل بتاعك نشيط وكويس وحلو والحمد لله ما عندوش مشكله، يبقى يتحط على صدر مامته يرضع. تلاقيه ان الطفل بيرضع في اول ساعه من عمره، ده يعني صحته فيما بعد تكون كويسه قوي، ذكائه كويس قوي، كل امور تبقى كويسه، وكمان اللبن بيزيد كويس وامور العيل تبقى كويسه. فرجاء بلاش بقى اليانسون والكراويه والكلام الفاضي اللي بيتعمل مع الاطفال والسكر والحاجات دي ومحلول السكر. نرضع الطفل خلاص يا جماعه، اول ما العيل يتولد وطمنا عليه حطه على طول على صدر مامته. يا رب تكونوا بخير، مع السلامه.